سائل آخر يقول: الشيخ، ما حكم إعطاء الأبناء الميسور حالهم منازل سكنية دون البنات؟ لا يجوز هذا، لا بد أن يعدل بين أولاده بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. قوله صلى الله عليه وسلم لمن خصص بعض أولاده: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. ولما طلب منه الشهادة على هذه العطية المخصصة قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. نعم.